انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ عايز اضيف الازرار هنا اللي اقدر من خلالها اعمل نفس الوظائف اللي كنت بعملها بالنافيجيشن، اللي هي ان انا اروح للنكست ريكورد، للبريفيوس، نيو، ونضيف عليها كمان ان انا عايز اعمل سيف، برنت. وانا في الديزاين اقدر اعمل دروب لباتون، والباتون هو اول حاجه هنستخدمها علشان نخلي قاعده البيانات بتاعتنا انتر اكتف، بتستجيب للمستخدم لليوزر. انا عندي مجموعه من الحاجات الجاهزه وهي اللي هنستخدمها خلال الدرس ده ويمكن درسين ثلاثه تاني قبل ما نبدا نكتب اكواد بايدينا. انا عايز الباتون ده كل اللي يعمله من ريكورد سيلكشن انه يروح للنكست ريكورد، ريكورد نافيجيشن، نكست، go to next. اقدر اختار ان انا اعرض عليه picture، اعرض عليه كتابة، واقدر اختار الصورة اللي انا عايزها او اضيف الكتابة اللي انا عايزها. لا خلينا في صورة، والصورة دي احنا كلنا عارفينها ان معناها next. بنفس الطريقة اقدر اضيف برضو من record navigation previous، بنفس الطريقة أقدر بقى المرة دي من ريكورد ديبريشن أعمل سيف، بنفس الطريقة أقدر أعمل من الريكورد ديبريشن برنت، وهكذا. وأقدر طبعا على مستوى الفورم أوبريشن أعمل كلوز.